شوف انه الاحتشام كثير صار هلا هالفتره السنه الماضيه وهالسنه، بتلاقي الست هي كثير سبور، ممكن بغض النظر عن الاديان، ممكن ما تكون مسلمه، سياسة كثير محتشمه. اول شيء الاحتشام على فكره مغري اكثر، مظبوط. يعني اليوم بس تشوفي ما انا ذكرت انه قد حلو تطلع بامراه ما تقولي بس جسد، تكون كمان عقل وجسد، يعني تفكري فيها نفس الوقت بتحسي اللوك تبعها لما بتمشي وهي محتشمه لابسه ثياب هيك اليجانت، بتبين كثير كلاسي راقيه. فشفنا هلا دولتشي اند جابانا عمل عبايات كمان، يعني مو بس عمل ثياب محتشمه، كمان فات بلاين العبايات. بس منال نحن قبل يعني كنا حتى نحن يعني الوقت تروحي بدك تعملي شوبينج ببراندز معينه تلاقي قصص لسهره، صح؟ ما تلاقي قصص مثلا لنهار لميتنج، انه ممكن تلاقي لك فستان بينفع لسهره، بس انه انا عندي مثلا شيء لنهار مناسبه مثلا مهمه لنهار بدي البس بستيل معين ما لاقي.